لما نيجي نتكلم عن العلاقات السامة في حياتنا، الناس اللي بتتعرض في حياتها لناس قرابة، تقول لك طب دول قرابة درجة أولى، ولا ده حد أنا لازم أتعامل معاه يوميا، ولا الكلام، وحد أتعامل معاه يوميا فأنا مش هعرف إن أنا أبعد ولا كده. لكن نعرف نحيد العلاقة، لو هي قرابة درجة تانية ولا درجة تالتة، سلام عليكم، عاملين إيه، أخباركم إيه، إحنا كويسين، شكرا وعليكم السلام. ما بخليهمش يتدخلوا في حياتي، بحط حدود فاصله كده وخطوط حمراء كده، محدش يتدخل في حياتي ولا حد يتدخل ياخد قرار في حياتي الخاصه او في اموري الخاصه، شكرا. ده جزء. طيب لو هو اب اخ ام واحنا عايشين في بيت واحد، ولا زوج، ولا الكلام ده، انا هعمل الامر دوت، بحاول اتجنب المواضيع اللي عليها مشاكل، تمام كده. وتاني حاجه بحاول ان انا ما تعرضش الامر هيحصل فيه خلاف، انا عارف ان مش هيجيبوا نتيجه، هم بيأذون، هم بغيتهم يأذونا، والاذى الحقيقي يا في الكلام، يا في التدخلات، يا في النقد، يا اللي في اللوم. اول حاجه بحط حد ان ايه المواضيع، بشوف المواضيع اللي بتجيب مشاكل بتجنبها، الا اذا كان فيها قرار يبقى لازم يتخذ قرار. رقم اتنين، بصوا ما خليش الكلام يأثر عليا، لا، ما خليش الكلامهم هم لتوصيفك، ولا اللي يقولوا لك يدوك عدم ثقه في نفسك، ولا انك انت انسانه غير، ما انت مالكيش قيمه، لا انا ام فاشله، سو بيقول علي، اصل انا زوجه فاشله، سو ما بيقولوا علي، اصل حماتي قالت لي، اصل اخت زوج، اصل سلفتي، مالكيش دعوه، تسمعيش كلامهم، ما تسمعيش كلامهم، ولا تسمعي تصرفاتهم، ولا توصيفهم ليكي، لا يعنوكي اصلا، وخلي بالك من النقطه دي. طيب في بقى، يعني احنا اتكلمنا، وارجع له الحلقات، هتلاقوا الحلقات دي كتيره موجوده على اليوتيوب، الكلمات المؤذيه، الناس اللي بتاذينا ازاي تتردي باسلوب هادي وزي الفل. طيب في بقى حاجه تانية، الحاجه التانية وركزوا معايا فيها، الافوره في موضوع العلاقات السامه. يعني ما هو يا جماعه، ما احنا برضو عندنا ميزان، خيركم مين؟ من خالط الناس وصبر على اذاهم، صح ولا لا؟ من خالط الناس وصبر على اذاهم، ديت ايه؟ ما دي في ميزان حسناتي، هو كل حاجه هنقولها هنقطع العلاقه بيها، بس دي علاقه سامه ومضره ليه؟ عشان انا اعرف نعيش يا بني. يعني بص، امر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك، امر طبيعي، امر طبيعي ان احنا هنتعرض في حياتنا، يا حد عنده الايجو، يا واحد عنده الانا عاليه، يا شخصيه طوسيه، شخصيه نرجسيه، يا شخصيه هو انا والباقي ورايا الطوفان، لازم نتعرض في حياتنا كده. فالخيريه من خلطهم وصبر على اذاهم، بشرط، ركزي معايا بالله عليك يا كل زوجه وكل بنوته، بشرط ان كلامهم ما ياثرش عليكي بالسلب، وكلامهم يبقى نقطه سلبيه تخلي وتشرذمي نفسك، ويبقى عندك نوع من فقد الثقه في نفسك بسبب كلامهم وتوصيفهم الخاطئ، او صح، ملاش دعوه، ملكوت ولا تسمعي كلامهم. طيب الامر بقى اللي تقول لك واحده انا ما بستحملش الكلام، لا استحملي، ليه؟ لان هم ناس اصلا رقم، هم لا يعنوكي، يعني هم لا يعنوكي في توصيفهم، هم ناس ده نظرتهم، ايجو عالي، شخصيه طوسيه، شخصيه كذا، فامر طبيعي ان يحصل كده، مالكيش دعوه بيهم، ولا ليكي دعوه بالكلام، ما تخليش الكلام ذات نفسك ان هو يأذيكي بيهم، تمام كده؟ طيب النقطه الاهم من دوت كله، قطع العلاقات وقطع الصلات، وهي قرابه، وقرابه درجه اولى، بسبب العلاقات التوكسيك او بسبب الشخصيات السامه دي. لا، خلي عندك نوع من انواع الفقه والكياسه والذكاء، خليكي ذكيه. انا بحيد، اسمعوا كلامي، بحيد العلاقه، بعمل حدود، محدش يتعدى عليكي، محدش يقول لك كلمه، ده محدش يقلل منك، محد، لا اسفه معلش، الكلام ده تلزموا بيه نفسكم، لو هي تانية قرابه درجه تانية او ثالثه، الزموا بيه نفسكم، يخصكم، لكن انا مش ملزمه ان انا اسمع، وانا مش ملزمه، وانتوا يعني مش مقياسي اللي ماشي على المسطره علشان توصفوني بهذا الوصف، وانا لن اقبل هذا الكلام منكم. كل محدش يتدخل في حياتك. طب لو زوج، لو ام، وبناتي قاعده تقول لي ام نرجسيه، ام شخصيه متسلطه، ام، طب لو ام، ولو زوج، الام، يا امي انت ده كذا، وهتتحملي نتيجه القرار، بس يا امي الكلام اللي انت بتقوليه ده يأذيني، اللي عماله تقول لبنتها، يا اللي ما انتش نافعه، روحي تشوفي نفسك، اللي مش هتتجوز، ما تري، ما حدش بيبص في خلقتك، ايه الكلام ده؟ في ام تقول كده؟ ده انا عماله اقول لك اعملي بنتك ودلعي بنتك وسوي بنتك، تقومي جايه محطمها لي نفسيا؟ ليه كده؟ ويعني سمعوا الامهات الكلام ده يا بنات، سمعوا الامهات الكلام ده، يا امهات من فضلك، من فضلك ارجوكي، خلي علاقتك ببنتك علاقه حب، خلي علاقتك، ملهاش غيرك، ده البنات غلابه،
ده البنات مساكين والله.